Hyperplasia, very common disease, very common disease. بروستاتا يا جماعه زي الشعر الابيض. بروستاتا زيها زي الشعر الابيض. كده هي بتكبر مع السن. ماشي فوق 45 بروستاتا بتكبر. بس ساعات بتكبر وتسد طريق اليورين وساعات بتكبر وما تسدش طريق اليورين. يعني ساعات بتكبر لبره يعني هي ماشيه هي حوالين اليوريسا تحت البلادر على طول. دي البروستاتا اهي. دي حوالين اليوريسا تحت البلادر دي البروستاتا اهي ودي البروستاتيك يوريسا. ساعات بتكبر لبره كده. خلاص هي قاعده تكبر لبره لاترال تمام من غير ما تضغط على اليوريسا وده الغالب الاعم تمام. وساعات بتكبر تضايق اليوريسا فتعمل السيمتومز اللي موجوده. مفهوم؟ يبقى هي كده بتكبر زي الشعر الابيض. ساعات بتكبر تضايق وساعات بتكبر ما ايه؟ ما تضايقش. ماشي؟ طيب هي هايبربليسيا ولا هايبرتروفي هي الاثنين؟ طبعا الموست امبورتنت اكزامينشن في حالات البروستيت هو ايه؟ الفي ار اكزامينشن. ليه بقى؟ لان البروستيت هي جاست ان فرونت اوف ريكتم. بين البروستيت وبين الريكتم الميكوزا اوف ذا ريكتم وول اوف ذا ريكتم اللي هو ولا حاجه يعني تمام؟ يبقى احنا الفي ار اكزامينشن فيري سنسيتيف اكزامينشن لايه؟ للبروستيت. بيبين لك كل حاجه حجمها وشكلها ولو فيها هارد نوديولز او لو فيها حاجه هارد محسوسه او الكلام ده تمام؟ شايفين هي قريبه قد ايه يا جماعه؟ شايفين قريبه قد ايه للريكتم؟ عشان كده البي ار اكزامينشن فيري امبورتنت في حالات ايه؟ بروستيت. طب ايه اللابوراتوري انفستيجيشنز؟ اللابوراتوري انفستيجيشنز ايه المهم في اللابوراتوري انفستيجيشنز؟ برافو ليه؟ عارفين ليه؟ لا اليورين انالسيس صح والبي اس اي صح الاثنين صح. لا اليورين انالسيس دي فاكرين الرسمه اللي هي اوبستراكشن ستيزس انفكشن في اسهم بين الثلاثه كده ده رايح جاي رايح جاي رايح جاي يعني ده بيأدي ده ده بيأدي ده ده بيأدي ده ده كلهم بيأدوا ببعض. فالاوبستراكشن بتاع البروستيت هيعمل ستيزس والستيزس هيعمل انفكشن فاليورين انالسيس مهم. لكن ايه الحاجه البيكيولير سنسيتيف قوي للبروستيت؟ هي البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. طيب حد يعرف الفرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي؟ ايه؟ مين فيهم اللي جود بوزيتيف ومين اللي جود نيجاتيف؟ برافو عليك انا قعدت احفظ هي الحرف بي زي بالسبيسيفيسيتي يعني مور بوزيتيف يعني جود بوزيتيف يعني انا لما الاقي الانفستيجيشن دي عاليه اقول العيان ده عنده ديزيز ده يعني زي ايه؟ الكرياتينين في حالات الامبيرد رينال فانكشن لما الاقي كرياتينين عالي يبقى عندي امبيرد رينال فانكشن. سنسيتيف يعني ايه؟ يعني جود نيجاتيف يعني لو لقيته نيجاتيف اقول العيان ده ما عندوش الديزيز ده زي البي سي. يأتي فولس بوزيتيف بالظبط حلوه يأتي فولس بوزيتيف صح. هو بيدي فولس بوزيتيف كتير يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي انا عملت بي سي بي سي ده طلع نيجاتيف يعني اقل من اربعه اقول العيان ده شور ما عندوش مرض الايه؟ الكانسر بروستيت. العيان ده شور ما عندوش كانسر بروستيت. طب لقيته عالي؟ لا كل الحاجات اللي في البروستيت بتعلي البي اس اي. اعمل بايوبسي برافو عليك. ايه بقى اللي هو سنسيتيف وسبيسيفيك الايه؟ البايوبسي. طلع بوزيتيف يبقى ده عنده كانسر بروستيت، طلع نيجاتيف يبقى ده ما عندوش كانسر بروستيت. يبقى احنا البي اس اي اقل من اربعه هي في حاجه اسمها ايج ديبندنس مفهوم اقل من اربعه نيجاتيف ده شور ما عندوش كانسر بروستيت. اكتر من 10 ما اقولش انه عنده كانسر بروستيت. سسبيشس اوف كانسر بروستيت. وحس هو غالبا بتبقى اسباب تانية بس حس ان اهم حاجه بالنسبه لنا المالجنسي فاعمل زي ما الدكتور قال بايوبسي اخد بايوبسي واقول ايه بوست ولا لا. من 4 ل 10 دي حاجه اسمها جري زون بنعمل فري تو توتال مش مهم. ماشي بلاد سامبل عندي ده بلاد سامبل عليه خالص. ايه الحاجات اللي بتعلي البي سي؟ كل ده بيعلي البي سي. الحاجات اللي بتدي سيمتوم سبق البروستيت كل ده بيدي سيمتوم سبق الايه؟ البروستيت. طيب عيان جاي لي بيورينري او بروستاتيك سيمبتومز. ايه البروستاتيك سيمبتومز؟ كويك ستريم، انترميتنت ستريم، سنس اوف انكمبليت ايفاكيويشن، ابدومينال ستريننج. فالعيان ده جاي لي بيشتكي من السيمبتومز دي. ايه الانفستيجيشن؟ اول انفستيجيشن اعملها له؟ قلت ايه؟ بجد قلت ايه؟ لا قول الترا ساوند يا جماعه الترا ساوند. بس في هنا بس كلمه مهمه كده ويز استيميشن اوف بري اند بوست فويدنج ريزيدوال يوريك. ليه بقى اسمه البوست بودينج ريزيدوال؟ عشان شوف
بالظبط اللي هي اللي انت قلتها من شويه، لو اوبستراكشن ممكن يعمل ستيزس، ممكن يعمل بوست فويدنج ريزيدوال، يعمل انفكشن. يبقى اول انفستيجيشن، اول طبعا لابوراتوري انفستيجيشن قلنا اهم حاجه البي اس اي، هو طبعا اي عيان بنعمل له اكزامينيشن كلينيكال اكزامينيشن في البروستات اهم حاجه البي ار، لابوراتوري اكزامينيشن في البروستات اهم حاجه البي اس اي. طبعا بره بيعملوا بي سي اكبر من 45 يا جماعه على فكره، لان الكانسر بروست عندهم الانسنس بتاعه 100 ضعفنا مثلا، 20 ضعف 50 ضعفنا، هم اكتر مننا كتير قوي في الويسترن كونتريز. بي سي بروست كانسر هي الموست كومن تقريبا، لا هو السكند موست. حد عارف ايه الموست كومن مالجنسي امين في الرجاله؟ لا لا لانج. برافو عليك لانج. الثاني بقى بيتنازعوا اثنين اللانج، طبعا لانج كارسينوما هي الموست كومن مالجنسي. هقول لحضرتك حاجه، تاني واحد لا بيتنازعوا اثنين، دي اللي بتفرق بين اوروبا مثلا، الحاجات البيبرز اللي جايه من اوروبا ولا جايه من امريكا. الجي اي تي كانسر، الجي اي تي كانسر تمام، ده مثلا امريكا يقول لك السكند هو الجي اي تي، اوروبا يقول لك لا السكند البروستات، فهو الثاني هو جي اي تي او بروستات ماشي، لكن الاولاني لانج. اللانج ببشاعه يعني بفرق كبير يعني تمام. فاحنا يا جماعه الموست كومن مالجنسي هي الايه، السكند موست كومن مالجنسي البروستات. فبره عندهم بيعملوا البي سي ده ايه؟ اي عام فوق 45 يوم عامل بي سي، عشان كده بيكتشفوا الحالات ايرلي. احنا زمان كنا نظن ان احنا ما بنكتشفهاش بس هي موجوده. حتى لما بدانا نعمل بي سي لكل الناس برضه الريت اقل من ايه؟ من عندهم بره، ماشي؟ انفستيجيشنز طبعا بنعمل ترانس ابدومينال الترا ساوند، اللي مور سنسيتيف قوي على البروستات هي ايه؟ ترانس ريكتال الترا ساوند، ماشي؟ طيب عيان جاي بيشتكي من اوبستراكتيف سنتوس، في سكورين كده اسمه اي بي اس اس سكور، بشوف السكورين سيستم السيمتومز بتاعته مايلد مودريت سيفير، لقيته مايلد كيلو ميديكال تريتمنت اللي هي الالفا بلوكرز، الفا بلوكرز لان الالفا ريسبتورز موجوده في البروستات، فلما بندي الفا بلوكرز بنريلاكس السموث ماسلز بتاعت البروستات واللور يورتر كمان، عشان كده ساعات بنديها في العصابات. دي حاجه شائعه جدا لما بندي عيانه، لما تيجي بنت عندها ستون لور يورتر تلاقي مثلا الدكتور كاتب لها دواء، تروح للدكتور الصيدلي الله يكرمه يا رب، بيبقى من ضمنها ادويه الفا بلوكرز، بيبقى من ضمنها ادويه بروستس. طبعا الدكتور الصيدلي يمسك الورقه كده يبص لها من فوق لتحت يقول لها الدكتور يا مدام تمام. يعني هو الالفا بلوكر بتديها بتريلاكس البروستيت والايه واللور يورين. ايوه ما هي الريسبتورز موجوده في النيك بتاعت البلادر وفي البروستيت سموث ماسلز بتاعت البروستيت وفي اللور يورتس، اللي هي ليه؟ لان المنطقه دي كلها جايه من امبريولوجيكال اوريجين واحد، كل الثلاثة دول نفس الايه الامبريولوجيكال. المهم ايان بيشتكي من سيمتومز بسيطة، بنعمل له ايه؟ بنديله ميديكال تريتمنت، الفا بلوكرز، 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز، 5 ثيرابي. طب بيشتكي من سيمتومز اكتر شوية، اقوى شوية، بنعمل له ايه؟ بنعمل له عملية. طبعا الجراحة برضو يا جماعة في حالات البروستات بدأت تقل جدا 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 تمام؟ ايه البدائل دلوقتي؟ استئصالها بالمنظار transurethral resection of prostate هي TURP TURP تمام، او اللي هي بالليزر ليزر انكليشن او ليزر ريسكشن. اول حاجه الثالثه الفابورايزيشن اللي هو التبخير. انا معايا فيديوهات كل الكلام ده بس الصراحه مش عايز اطول عليه. يعني هو بندخل بالمنظار، ده منظر اليوريثرا في المنظار اهو، ده الفيرو مونتانا اللي هو مكان المصاب بتاع الفاز والسمنال فيزيكلز، ده البروستات لوبس اهي يمين وشمال، هنا اليوريثرا واسعه ناحيتي انا اليوريثرا واسعه، بعدين بدات البروستات تسد. يعني احنا داخلين بالمنظار من هنا البروستات بدات تسد اهي كده طريق الايه اليورين اللي هو اللوب ده واللوب ده واللوب ده، هي ثلاثه لوبس اثنين لاترال واحد ميديان اللي هو جوه هنا، بس هنا اللاترال لوبار. بندخل بالمنظار بنقعد من ايه نشيل لحد ما نوصل للكبسول، ما بنشيلش الكبسول. فرق بين البناين سيرجري والمالجنان سيرجري ان انا في البناين بشيل الادينوما بس، في المالجنانت بنقطع هنا وهنا ونوصل اليوريثرا بالبلاد، ماشي؟ احنا يا جماعه بنشيل اهو بالمنظار بيفضل يشيل. اظن كان معايا حاجه صغيره، يبقى التشويز اوف سكشن تي او ار بي، او لو كبيره قوي اوبن بروستاتكتومي، ده فيري رير بصراحه. او هنا مثلا او بيريسكت ايه، شايفين التيشوز الصفرة اللي هو بيريسكت دي، هو بيريسكت التيشوز الصفرة دي لحد ما هيوصل دلوقتي. بصوا قدام هنا هتبدا تبان تيشوز بيضة اللي هو الكبسول، انا ما بخطيش ابدا الكبسول، هو بيريسكت تيشوز اوف ادينوما
اللي هي ثابته، والفايبرز اللي بانت قدام دي اللي هي البيضه دي بتاعت الكبسول، ما بعديهاش ما بعورهاش، فانا شلت الادينوما بس اهو. تاني اهو اهو بيشيل التيشوز اوف ادينوما، وده طريق اليورين. هو هنا كده شايفين دي البلادر نيك اهي اللي باينه هنا لو شايفينها اهي، تمام؟ هو بيشيل لحد ما يوصل، بصوا هنا هيبان الفايبرز دلوقتي اهي، هنا دي الفايبرز البيضه دي ما بعديهاش خالص، تمام؟ طب حصل بليدنج، البليدنج ده بيتكمل اهو كده بالمنظر ده، ماشي؟ بيتبقى في الاخر ان الدنيا كده ايه؟ مفتوحه شويه عامه كده. نون كونفشنال هي بقت كونفشنال خلاص. الليزر طبعا الموست سيف هو الليزر، تمام؟ الليزر هو الموست سيف، لكن هو بس مشكلته انه اكسبنسيف وسلو، بطيء شويه وغالي شويه، تمام؟ ايزي اساسا وسهل التعلم وكل حاجه، بنعمله من زمان وبدا حتى سعره يقل لما شركات كتير بدات تنزل ايه؟ بدايل للليزر، تمام؟ في فابورايزيشن مشروم شيبد كده بتيجي ايه؟ تفابورايز البروستات، ماشي؟ تمام؟ ده خلاص ده كده البيناين بروستاتيك هايبر بليزيا بي سي واطي سيمتومز، بنشوف على حسب السيمتومز، مايلد ممكن نسيبه، مودريت نديله علاج، سيفير نعمل له عمليه. كله بيحصل له اي حاجه ما شلتش الكبسول، شلت الادينوما بس، ممكن يحصل له ريكرنس. طبعا كل ما تبقى شايل احسن، كل ما تبقى شايل احسن، كل ما الريكرنس يبقى ابعد. انما طول ما انت في بروسبكت في ستيل جلاندز، اكيد انت ما عملتش ما شلتش كل الجلاندز بصوره رهيبه، لسه في شويه ادينويد تيشو، تمام؟ ممكن يحصل ريكرنس بس بياخد يير. في اصلا بروسبكت انت معظم الايدج بتاعنا اللي بتعمل فيه بروسبكت من اول 60 سمثينج لحد 80، فده عشان يحصلوا ريكرنس محتاج له 20 سنه كمان يعني، فاهم؟ يعني مش بيبقى بسبب بروست يعني محتاجش يعني. طيب الكانسر بروست الفرق، اتفضل. مين احسن الفا بلوكر؟ بص مفيش احسن واوحش دلوقتي. اللي طالع زمان كانت مشكله الالفا بلوكر ايه؟ هو احنا عندنا ايه؟ عندنا الاول كومن الفا اند بيتا بلوكر، اللي هو اللابيتالول والادويه البشعه دي، ده كارثه. ده بيعمل بيتا بلوكر، ده يعني انت عارف البيتا دي موجوده فين في جسمنا، بلاد فيسلز وهارت، فاهم؟ طيب شلنا ده، قلنا الفا سيلكتيف بلوكر على الالفا بس، لان ان الالفا دي موجوده في البلاد فيسلز، تمام؟ موجوده فين؟ في البروستيت. فمعظم ادويه البروستيت بتوطي ايه؟ الضغط، لانها بتعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن. قلنا الفا 1 ريسبتور سيلكتيف بلوكر، انها موجوده في البروستات، لان ريشيو من الالفا 1 موجود في مين؟ في البلاد فيسلز، فبرضه بتوطي الضغط شويه. الموست ريسنت قال لك ايه؟ الفا 1 ايه ريسبتور سيلكتيف بلوكر، اللي هي زي التامسولوزين، ماده اسمها التامسولوزين اللي هو الاومنيك والتامسولين، اللي هو التريد بتاعه اللي هو بره اسمه الفلوماكس، تمام؟ الاومنيك والفلوماكس هم بره اسمهم يعني ناحيه امريكا كده ده كله اسمه فلوماكس، وناحيه اومنيك اوكس هو الاومنيك بس فرق المعدل عدد ساعات العمل، هو طول عدد ساعات العمل شويه، هو كده كده مره في اليوم الاثنين، لكن خلى البيك بتاعه طويل. يعني انت بتدي الدواء بياخد 4 ساعات عشان يوصل للبيك، وبعدين يقعد 12 ساعه في البيك ويبتدي ينزل ببطء لحد ما توصل لل 24 ساعه. الاومنيك اوكس خلوه بيعلى في 4 ساعات ويقعد 18 ساعه، فعلى ما بينزل بتكون اديت القرص اللي ايه؟ اللي بعده. في ناس ترايب حاجه تاني خالص، ده ميكانيزم تاني خالص. بص بقى بيقول لك ان البروستات اساسا سواء في الكانسر او بيناين معتمد على الهرمون اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو التستوستيرون. فانت في ناس ترايب احد الادويه اللي بتقلل تكوين التستوستيرون، فبتقلل ايه؟ الحجم بتاع البروستات، بتقلل الايه؟ البروستات كانسر، ماشي؟ مش بتقلل البروستات كانسر بس، عشان يعني احنا هنقولها بس سريعا كده، هي حاول تقلل كانسر البروستات كده، خلاص. يبقى كده البي بي اتش خلصت، بي نايم حد عايز فيها حاجه تاني؟ خلاص؟ طيب نيجي بقى للايه؟ البروستيت كانسر. البي اس اي بيقول لك اقل من 4 موستلي بي نايم، اكثر من 10 سسبكت مالينس، 4 ل 10 جريزو. التريتمنت بتاعك احنا عايزين حاجه غير التريتمنت هنا؟ السيمتومز نفس السيمتومز، ساينز نفس الساينز، كل حاجه مشترك. يبقى الفرق عندي ايه بس؟ ان انا في التريتمنت الثاني انا عالجته كبيناين ديزيز، وده عالجته كايه؟ وده عالجته كمالجنت ديزيز. ده احنا قلنا في البيناين سيرجري بتعالج كبيناين ديزيز، ما شلتش زي ما قلنا من شويه يا جماعه. بصوا
انا ما شفتش الكبسول، انا كل اللي شفته جاست بس الايه؟ الادينوما اللي عامله لي السيمتومز، تمام؟ انما في المالجنانت انا عندي مالجنانت تيشو. انتوا اكتر قاعده مهمه في المالجنانسي لما بنيجي نعمل سيرجري حاجه اسمها ايه؟ سيفتي مارجن. انا محتاج سيفتي مارجن في البروستات زي ما اي حاجه ثانيه انا محتاج سيفتي مارجن. فالبديل هنا بعمل ايه؟ يبقى انا محتاج في السيرجري هنا ان انا اشيل البروستات بسيفتي مارجن، فبشيل الكبسول. بنقطع تحت البروستات على طول، بنقطع تحت البلادر نيك على طول، وبنقطع فوق الاكسترنال سفينتر على طول، واشيل ما بينهما. طب ما بينهما ده بيصب فيه من ورا ايه؟ سيمنال فيزيكلز والفاز بيتشال، والسيمنال فيزيكلز بتتشال، واللور اند بتاع الفاز بيتشال. يبقى هنا بقى اسمها راديكال سيرجري. يبقى الفرق بينها وبين البناين ان انا المره اللي فاتت في الفيديو اللي وريته لكم انا شلت ايه؟ ادينوما فقط. المره دي انا مش بشيل الادينوما بس، المره دي بشيل الادينوما وعايز سيفتي مارجن، فبشيل كل البروستات باللي بيدخلها من ايه؟ من ورا، تمام؟ وقلنا زي ما قلنا المره اللي فاتت انا بشخص ازاي انها بروستات كانسر. الحاجه الوحيده اللي تحلف لي انها بروستات كانسر بايوبسي، بس انا مش عايز منكم اكتر من كده، ماشي؟ بي اس اي عالي بنسسبكت، اكتر من كده بنعمل بايوبسي، ماشي؟ طيب اللوكالايز قولوا لي يا جماعه بصوره عامه كده في اي تخصص في اي حاجه في الجسم، مين العيان المالجنانت اللي بيعمل له عمليه؟ اللوكالايزد ديزيز ولا الميتاستاتيك ديزيز؟ لوكالايز، انما الميتاستاتيك ده خلاص العمليه مش هتفيده غالبا، يعني في معظم التيومرز احنا بس عندنا شويه اختلافات كده، لكن في معظم التيومرز انا بشيل اللوكالايزد ديزيز مش بشيل اللوكالايزد ايه؟ بشيل اللوكالايزد تيومر مش المالجنانت ايه؟ تيومر، تمام؟ يبقى هنا ايه بقى الميثود اوف مانجمنت بتاعتي في اللوكالايزد تيومر دوت؟ حاجتين، سيرجري اللي هي اسمها راديكال بروستاتكتومي، والحاجه الثانيه اللي هي الراديو ثيرابي. الراديو ثيرابي عندنا في الكانسر بروست از اكيوراتيف تريتمنت، كيوراتيف مش بالياتيف. بقدر انك اكومباين الراديو ثيرابي مع السي تي ان انا لوكالايز الراديو ثيرابي على البروستات اعمل لها بيرنينج، الريزلت بتاعتها تكاد تكون نفس الريزلت بتاعت الاوبن سيرجري، تمام؟ يبقى هنا الراديو ثيرابي في البروستات كانسر هي كيوراتيف مش ايه؟ طبعا المتستاتيك بقى هرمونال ثيرابي، هرمون وكيمو ثيرابي بالياتيف. خلينا في الهرمونال، ايه الهرمون اللي انا لو قللته زي ما قلنا من شويه، ايه الهرمون اللي لو قللته الكانسر بروستات ممكن يستجيب؟ تستوستيرون، صح؟ بميكانيزم معين بدي جنال التروبين ريليزنج هرمون بقلل ال ال اتش اللي ايه؟ اللي جاي من فوق اصلا، فال ال اتش يقلل التستوستيرون. طيب في طريقتين، طب ما هو ال ال اتش ده بيطلع يروح للتستس ايه؟ يخليها تطلع تستوستيرون، طب ما نشيل التستس. ده اسمه ميديكال كاستريشن، تمام؟ انا عايز اقلل التستوستيرون عملت ميديكال كاستريشن، اودي دواء يقلل ال اتش من فوق خالص، تمام؟ فيقلل التستوستيرون. طب برايكم كده مين مور افكتيف، الميديكال ولا السيرجيكال؟ المنطق بيقول ايه؟ طيب طب ليه حد بصوا هو الميديكال هو مور افكتيف، حد يعرف ليه؟ اما انا هشيل اثنين مش هسيب واحد. اذر سايتس بتقول برافو عليك صح، اللي هم ايه؟ في 5% من التستوستيرون بيطلع من السوبرا رينال جلاند، برافو عليك. 5% من التستوستيرون بيطلع من السوبرا رينال، فالميديكال كاستريشن بيقلل ال اتش بيقلل الاثنين. فانا اللي عايزكم تعرفوه في التريتمنت بتاع الكانسر بروستات ان هو الكيوراتيف تريتمنت اللي هو لوكالايز مش بعد ميتاستاسيس هو السيرجري والراديو ثيرابي الاثنين، تمام؟ ده او ده يعني قصدي الاثنين كيوراتيف. لو هو ميتاستاتيك ديزيز بحاول ابليت الايه؟ التستوستيرون. يا بدي هرمونال ثيرابي يا بعمل ايه؟ سيرجيكال كاستريشن. الكيموثيرابي دي حالات ليت اللي هي طبعا بقى الكلام ده دلوقتي بيتعمل بايه؟ باللابروسكوب، بيتعمل بالروبوت. ده اللابروسكوب ده شكل اللابروسكوب بيدخل بالمنظار يشيل ايه؟ البروستات ويسيب الايه؟ طبعا ريسنتلي بقى الروبوت، عارفين الروبوت ده يا جماعه اول ما طلع كان طالع ليه اصلا؟ الروبوت ده كان اول ما طلع كان البنتاجون هو اللي ماسك التمويل بتاعه، كان هدفه ايه؟ يقول لك احنا بنروح نحارب في حتت وبيتصب لنا جنود في حتت. ايه نقطه الاخلاء بتاعت نص القاره الغربي؟ قاعده في المانيا. قال لك طب انا ليه ابعت العساكر بتوع المانيا او يجوا امريكا؟ طب ما انا اعمل لهم العمليه وهم هناك. انا الدكتور بتاعي يقعد في امريكا على الكونسول دوت والروبوت هناك يدخل زي اللابروسكوب كده بنوصله بالانسترومنتس ويعمل العمليه من وانا هناك. والكلام ده كان ماسكه البنتاجون واللي عمل الابحاث بتاعته كلها البنتاجون. طب الكلام ده وقف ليه؟ عشان حاجه صغيره قوي، لقوا ان في حاجه اسمها سيجنال ديلي. لقوا ان السيجنال ديلي ده لوحده قادر انه يموت عيان. حصل مني انجري وقتها هناك. انا على ما هلحق العيان انا حركت ايدي هناك بلحق العيان، اصلا الصوره على ما وصلتني خدت وقت وعلى ما رجعت لهم خدت وقت. فلغوا عملوا ابورت ان الدافينشي ده اسمه دافينشي، تمام؟ الروبوت ده اسمه دافينشي.
عملوا ابورت ان دافنشي يستخدم اوفرسيز، لا بيستخدم الدافنشي في نفس المكان في نفس الحته اللي انا قاعد فيها، وبعمل العمليه من نفس